النهارده معانا اخبار كتيره ومختلفه، وطبعا بعد احداث وقرارات سمعناها طبعا، وكلنا كنا يعني منتظرين التصريح الرسمي وما بعده كمان من تصريحات وردود افعال. هنتكلم في كل ده النهارده على مدار الحلقه اكيد بطبيعه الحال، لان اكيد الدنيا من امبارح لغايه النهارده يعني، وخصوصا على السوشيال ميديا الدنيا قامت ما قعدتش، لان طبعا كان يتقال عليه حدث جلل الحقيقه. فتعالوا نتكلم اكيد من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم النهارده هذا الامر. وبالمناسبه في الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هنتكلم فيها عن بطولات المواي تاي، والفقره الثانيه هينورنا فيها كابتن ايهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخب الشباب وطبعا نجم النادي الاهلي السابق، واكيد عندنا كتير من التفاصيل اللي هندردش معاه فيها. كلام محترم جدا، بس خلينا نبدا الكلام ب يعني الحديث عن كام نقطه مهمين. اولا انا عايز ابدا ان احنا نتكلم عن يوم الخميس اللي فات تحديدا، وطبعا ختام الموسم اللي انتهى بمباراه المصري واللي فاز فيها الحمد لله الاهلي 2-1. لو هنيجي نعمل سامري او هنيجي نقيم هذا الموسم، الحقيقه كان موسم ناجح بكل المقاييس فعلا. الناس تقول لك موسم استثنائي منذ سنوات ما كانش موجود زيه او لا مثيل له زي ما بيتقال، علامه كامله، 5 بطولات الحمد لله. عشان كده كان ان احنا لابد ان احنا نقول او نتكلم بقى من الراحه لالتقاط الانفاس، نقطه طبعا. الراحه هي خلينا نرتاح شويه، اللعيبه ترتاح، حتى الجماهير او احنا كجماهير عايزين نرتاح شويه. موسم طويل جدا وشاق جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا نتوج ب5 بطولات وصعدنا كمان لربع نهائي كاس مصر، يعني نسخه الموسم الحالي نقدر نقول، وهنستكمل كمان ان شاء الله الموسم الجديد. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه عايز اتكلم فيها طبعا كان يوم الجمعه تحديدا، والقرارات اللي النادي الاهلي يعني اصدرها بتعيين كابتن خالد بيبو مدير للكره، وكمان عرض على كابتن سيد عبد الحفيظ للانضمام لشركه الاهلي كره القدم او للجنه التخطيط. دي القرارات الاخيره اللي كانت للنادي الاهلي وفي هذا الملف. خلينا نقول يعني في الاول وفي الاخر القرارات اللي هي بتتخذ من قبل النادي الاهلي اكيد بتكون بتصب في مصلحه النادي. كابتن سيد عبد الحفيظ اسم لا يختلف عليه اثنين، خلينا نبقى متفقين طبعا في هذه النقطه. رجل قدم مع النادي الاهلي بطولات عديده جدا، وكان زي ما بيتقال حائط سد، والشخص اللي دايما بيدافع واللسان القوي وغيره وغيره من الكلام الحلو اللي بيقال على كابتن سيد عبد الحفيظ، واللي كلنا بنكن ليه كل الاحترام، ومكانته كبيره جدا سواء بتتكلم في النادي او عند الجماهير. ما نقدرش ابدا ننسى دوره الكبير، وزي ما كنا بنقول كابتن سيد رحل عن النادي من هذا المنصب، لكن منصب مدير الكرة يعني مستمر والعطاء مستمر، وكل واحد جه في هذا المنصب قدم يعني جهد كبير جدا وقدم تاريخ مع النادي الأهلي، هذا التاريخ مستمر أكيد ما بينتنسيش. فشكرا جدا كابتن سيد عبد الحفيظ، والتوفيق لكابتن خالد بيبو. منصب مهم جدا ومنصب مش سهل يا كريم طبعاً، وتحديات كبيرة، لأن أنت كمان لما بتيجي بعد شخص يا كريم قدم العديد من الأشياء الرائعة مع النادي الأهلي، وكمان نال حب واحترام الجماهير بشكل كبير جدا طبعا. ناس كلها لا تختلف زي ما كنت بقول على كابتن سيد عبد الحفيظ، فالمهمة بتبقى أصعب يعني الضعف مليون في المية. بالتوفيق ليه أكيد في الأول في الآخر كل الدعم ليه، لأن أي حد بيكون في منصب في النادي الأهلي لازم يكون نايل كل الدعم سواء من الإدارة أو من الجماهير. نتمنى له التوفيق وأن هو يكتب كمان مع النادي الأهلي بطولات مختلفة وتاريخ أيضا مختلف.